مساء الخير متابعينا في جميع انحاء الوطن العربي، معكم عبود العمري في برنامج جديد. ضيفنا اليوم خالد، اعرفك في البرنامج. هسه برنامجنا اسمه كوع نكد. حلو. هتسالني ايش يعني كوع نكد؟ كوع شو؟ كوع نكد يعني واحد مكوع ومنكد. ايش طب هذا له دخل في الموضوع؟ كوع النكد هو اللي بيفوز في البرنامج هذا. انا هسه قبل ما نبلش هذا كله، عجبك الديكور؟ عجبني كثير. مو اذا ما عجبكيش احكي لي، في ناس هتروح اليوم. سمير لا بقول له ارد عليه بروحهم. هدوء ريلاكس. ريلاكس. لا لا الامور طيبه. الامور طيبه. عجبك يعني؟ ممتاز. انا مرتب. هذا التلفزيون له ضروريات. انت يعني هذا ايش في الشالفه اللي عندنا هون يعني راح نستخدمه يعني. بعدين انت مش شايف هالاشياء؟ انا شايف. أنا شايف فلفل، شايف بيض. طبعا اول فقره لليوم زنخه ملاني بيض، وانت اليوم انا بقول لك مش هتروح على البيت غير كله حكي هذا. كمل. ماشي. فقرتنا اليوم اسمها كشرة ظلم. الكشرة منتشرة كثير بوجوه الناس هالأيام، بس هل هتقدر تخليها موجودة؟ على العموم البيض موجود. فرسيني شو عندك. فرسيك شو عندي. ماشي. ما تبسم مرة كمبيوتر شوت تحت ويندوز. مشكلتي. ضحكت. ضحكت على فكرة. بتعرف لا ضحكت على كلمتي انا. ما لا لا كنكتة ما بتضحك. لا انا اضفت عليها. انت ما حكوا لك برا؟ شوف تضحك على نكتتي وعلى نكتك تاكل بيضة. حاكل بيضة؟ واحد الله. جد جد؟ اه اه. هسا دوري صح؟ اه يلا. يلا. اضحك. الورقة تعبى بيها. انا حضحك. حسش لقي قرد، اخذه وضلوا ماشي فيه، شاف شرطي قال له وين ودي القرد هذا؟ يعني قال له ودي حديقة الحيوانات. ثاني يوم رجع مشى من نفس الشارع ولقي نفس الشرطي، قال له انا قلت لك وديها حديقة الحيوانات، قال له اه وديته امبارح واليوم وديه السينما. ليش نابليون كان يلبس اكشاط احمر؟ نابليون كان يلبس اكشاط احمر؟ ليش؟ ما عندوش غيره. شو؟ لانه بنطلون كان يسحب. بحكي لك مره خضرجي عصب 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 سبتين. حلو ملعوبة. حلو ممتازه. شو انت وين عملت بلازما هون؟ صح تعال يا حبيبي. اقعد اقعد دقيقه دقيقه دقيقه. اوعى خليك خليك خليك. ايوه يا سلام. لحظه لحظه لحظه. مرة واحد انصاب براسه، عملوا له عملية، وصح من البنج لقى بوجهه مبرهة. سألها أنا متت؟ حبت تمزح معه، حكت له آه متت. قال لها يعني أنت حورية؟ قالت له آه. قال لها وال حتى بالجنة حظك. ضحك. لا لا دقيقة. ضحك ضحك. تعال قرب. لا طب لحظة لحظة. لا 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 بقول لك مره واحده اتصلت على شيخ على التليفون، قالت له يا شيخ انا كنت اصلي وانا بصلي طلع مني صوت. قال لها حسب حكمه حسب الصوت يعني عالي واطي. قال لها كيف الصوت هيك؟ قالت له قالت له لا لا. فحط البيضه انا قلقان، حط البيضه ابعد عنها. ف قالت له هيك يا شيخ؟ قالت له لا اعلى شوي. قال لها لا اعلى شوي. قال لها شو ما ضلش اصوات اطلعها. قال لها هيك. قالت له لا اعلى شوي. قال لها معناته انت هيك بتكوني شريك. عبود لا مش منطق. ضحكت. مش منطق. لا دقيقه دقيقه. ضحكت. طب فكر في النكته. شو هون؟ لا 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 بيضة 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 بيضة. لحظة بيضة 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 بيضة. لا لا بيضة بيضة. انت ضحكت. مين يفقش اول؟ حجر ورقة مقص. شوف انا فزت. بس حجر بيضة. هذا شو موضوعك يعني؟ طيب ماشي بس مش هسه بعد ما اخلص. هون 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 مش شرط من يا زلمة روح بدك تعيل لي في صباحك. دقيقة قول لي وين؟ تدانش تدانش تدانش.
ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفقرة الأولى اللي كانت كلها بيض، عشان نبلش الفقرة الثانية اللي بعدها. الفقرة هاي فيها فلفل زي ما أنت شايف. هتسألني شو وظيفة الفلفل؟ هقول لك هاي الفقرة اسمها دوبلاج الجحيم. كثير منا ممكن يكون عنده موهبة الدوبلاج لكن مش مكتشفها، فنحاول اليوم بهاي الفقرة إنه نطلع هاي الموهبة المدفونة حتى لو بفلفل. يلا أنا جاهز. يلا جاهز. شو شباب وين طالعين؟ والله زي ما انت شايف هينا هون. انت وين رايح؟ هي جملة طويلة بس انت وين رايح ترجمت. لا وين عدت هاي؟ اترجم من وين؟ انا مش فاهم يعني. ابلش هسه عيد خلص خلص. اتوقع واضحة. طب دقيقة ترجمت ابو 10 ثواني. ما يلا. طب اكل 10% منه. لا ترجمت 10%. لا لا هو 30 كله ترجم له. لا لا كل كل ايوه. كمل. لا كمل. انت دقيقة نبلع دقيقة لهون. لا تحت دقيقة. بلشت الحرارة. أنا عارف. لا ما في مي. اللي بجيب له مي أنا قلت له اليوم. ما في مي. لكن كمل. أوكي. يلا. جاهز؟ جاهز. ولك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلمكم شوية عن الفوطة السحرية بتاعتنا. شوف بقى الفوطة التقليدية الخارة دي. اما الفوطة السحرية بتاعتنا بتشفط جميع انواع السوائل الموجودة على الترابيزة. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو شفطت جميع المية اهو. نايت كلين نايت كلين المنتج السحري بتاعنا. زبطت. لا زبطتها. ماشي. يلا ماشي شغلنا يا مخرج. شوف. شوف يا مزة صح احنا خسرنا المباراة بس بتعرف اللي هونا علينا انه احنا شفناكي وانت على فكرة والجمهور كثير رائع واحنا انبسطنا كثير بجيتكم. شوف اسمع انت على فكرة بتمسكش دفاع وبتضلك تهجم بتقعدش تهبل في الملعب ولا يلا يا شباب يلا خمس دقائق اطلع يا زلمة يا طلع بيضيع وقت قاعد بيضيع انا عارف عارف حركات ولا ولا قاعد بزعج هو لا يا تحكيش معي زيك انا بلش مباراة انا الحكم انا الليدر يلا يا شباب خلنا نخلص من ام الجيم. راي 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 حلو 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 ترجمتها حلو. هسه دور هسه دور يلا يلا. مالك يا زلمه؟ شو صاير معك؟ صاحبتي تركتني وكتبت لي مسج طويل طول الليل. وحد الله يا زلمه صاحبتك هاي؟ يا زلمة والله. يا زلمة هاي كيف ما بتخزيش؟ تعال تعال أخذك معي على الحمام. على فكرة ما فيش صاحبته في الموضوع. من وين جبتها؟ يعني لوين أكل الفلفل؟ دقيقة. وحش 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 روح. ممتاز. استطعم بعدين ابلع. كمل 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 حارق حارق حارق. روح داير لك شوية وحش. دقيقة دقيقة مش هسه. آخر واحدة. آخر واحدة آخر واحدة. يلا. وحش عبود. ابلع. ابلع. وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ كيف؟ لا خطر خطر هي. وصلنا آخر فقرة مشاهدينا والفقرة اسمها شرشطي. شرشطي هو مصطلح قديم يصف حالة من البلل باختصار يا بتكشر يا بتغرق. أنا جاي. شغلونا الفيديو نشوفه. أوكي. لا 2017 أوكي أوكي أوكي. أنا ضحكنا. أنت ضحكت؟ أنا ما ضحكتش. اياك ضحكت. يلا طب انا بشرش طول بعد اذنك يعني.
ماشي قرب بس ابعد عن المايك شوي قرب حبيبي دقيقة 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 يا زلمة حللها يلا 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 من حضرتك تفضل اقعد انا بعرف كنت بتعرفني ما بعتقد شايفك قبل اليوم يا ولد يا ولد على التخفي ترى السوبرمان لما يفتح نظاره بيرفوز اوكي انا ما ضحكتش اوكي ما ضحكت على فكره لا ضحك وين رشيتها على فكره ما حسيتش دقيقة أشوف منطقة حلوة منطقة حلوة دقيقة أنا هيك شرشتنا دقيقة تعال تعال شو مالك يا زلمة شو مالك يا زلمة خد يا رجل أنا على فكرة خلص ما حد حك إن شاء الله شغل لي أي فيديو الله شكله اتفقنا يا أنا مرد يلا 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 ماشي ضل شيء ضل فيديو يلا أيوة يا سمير شريف ماشي يا سمير انت شفت شو حكى له اخر شيء ايوه على فكره انا ما ضحكتش اه بلش هو طب دقيقه يلا يلا دورك دورك يلا بدون انتقام ترى قديش انا كويس اه عشان هاي اول حلقه تمام بدي اشربها بدي اشربها مفكر انه دافيه مفكر انه اخليه انه احزن عليك ولك لا وش لا ويا جماعه كانت نهايه ثالث فقرة هي الفقرة الأخيرة هون خالد رأيك بدي أوجه كلمة أي حدا بتواصل معه عبود يقول له تعال على هذا البرنامج أنت ضيف عندي يا حبيبي أنت عمري راح بالأول يغريك تردش لا ترد نصيحة بس كانت تجربة حلوة واحد بتعلم من وين من كيسه من كيسه هي تتعلم من كيسه المهم وبالنهاية يا أخوان شكرا جزيلا لمتابعتكم لا تنسونا في حلقة قادمة ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب واللقاء كونكت ولك بيت ولا شو كرز طب كويس كويس زين كان فقشت على راسي طلع انت كمان طبش طبط بشكل غبي كيف شكلي البيض كثير طب 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 منيح منيح البيض منيح اروه انا اكلت ثاني بيضه صح نعم بيضتين بيضتين انت واحد انا بيضه بس عجبت على شعري انا عندي شعر مش زيك ممتاز مي الحق مي يعني ما في مي يلا تسعة ده مش رال صح انت رال انا رال كل كرالين 12 12 13 طب لسه ما حكيتش